عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس، مصر دولة قوية جدا لا تمس. فمهم قوي ان احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع ان هم يبقوا قلقانين، لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حافظ البلد ديت في 2011 و 2013 هيحفظها دائما. ليه طيب هيحفظها دائما؟ لان احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا ان الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا.